الاسم ديالي خويا حفيظ الكنيان ناني ادريسي، زنقة تقول مهمة، رقم 3/4، دار 78. انا هاد الناس هادو تنطلب منهم اخويا يديروا معايا غير شي حل، حل كما تيديروا معايا جميع الناس. انا دابا حد الان دابا راه مضروب جميع الحوايج، وليداتي ما بقاوش معايا في الدار، ضرب دابا من شهر واحد حتى دابا، عائلتي فقمت، انا فقمت، يعني غير الدار هاي تندخل لها غير معاينه، نقدر نشوف هاد الطوبات دابا. شتي اخويا كلشي راه عينك على غفله، الجاج اللي جنفرقع غير بونتي غير بالجاج، والمسائل اللي ضروري لعبت ما يخرجوش ليها الطوبات باش يقوموا معايا بالواجب ما بغاوش. يوميه لحد الان دابا اي الاوراق كلهم شبعان شكايات اخويا، وشبعان قيامك حلا، باش غير يديروا معايا شي حاجه كمواطن، ما بغاو يديروا معايا حتى شي حل هاد الناس هذا. وانت طالب من الناس اللي مسؤولين والناس اللي تيعرفونا وبزاف د الحوايج، غير شوفونا من حنا من غير هاد الحوايج هذا خويا. ابار على الضرر مشات لي فراشي، مشات لي ماكينه الصابون، الثلاجه، التلفازه، ما نقولش لك اخويا ربي اللي عالي وعلم. يعني هاد الناس هادو فهمتيني ما بغيتش نشوفو من حالي انا، انا ما بغيت من الناس والو، انا غير يعوضوني في داكشي اللي ضاع عليا فهمتيني، ونرجع عائلتي كايوه الناس فهمتيني، واي حاجه فهمتيني المسائل ترجع لي كما هو عليا. انا ما طالب منهم حتى شي حاجه، ما طالب منهم لا قرعه لا فلوس لا والو، غير يعوضوني بداكشي اللي مشى عليا ويخدموا معايا الواجب. حيت علاش انا ما خليتش اخويا فين مشيت؟ عطوني الديوري، تمشي الديوري تصيفطوني داك اللي الدائمه فهمتيني. دابا عاوتاني حاليا فات الصباح هذا مشيت عندهم قالوا لي عاوتاني خصك تمشي لاليديك فهمتيني، كل هو الشيء يقول لي يا خويا. دابا راه من شهر واحد وانا معاهم، يعني بزاف د الحوايج اخويا. هاد الناس هادو ما عرفتش واش حقره ولا ما فهمتش هاد الناس كيفاش. انا يا وليداتي لحد انا اخويا مشردين حاليا، دابا انا بوحدي تنقدر نبات عند ولدي يومين، نبات عند خويا دريا نهار، من داك من شهر واحد لدابا. يعني ما فهمتش راسي، انا ما عرفتش راسي واش عايش في محل عاشك ولا عايش حاجك في قادوس. دابا انا وصل من قادوس، ما عليناش حنا نقولوا حنا هذا هو قادوس عندي، وصل من الدار عادي، انا صابر باش ما قسم لي الله. ولكن ماشي نتوما تصوبوا على برا، تصوبوا وضحوا مشكل. دابا المشكل عندكم نتوما. دابا دغيا دورتوا لي بانني انا لا احتوي على عتابه، ما تحتويش على بزاف د الحوايج، هو الدرب كامل من راس الراس، ما كاينش شي واحد عنده شي عتبه. يعني انا جبت ندير عتبه غادي نسد على محلي، ما غنبقى ندخل ما غادي نبقى نخرج. والدار هادي خويا ساكن فيها 90 عام، كيفاش غادي ندير لي عتبه وانا سفلي؟ عمر كاين جوج عتبات، واش ما قدمتش جوج عتبات؟ جا واحد مراقب تيراقب لي المسائل اللي عندي كما تيقولوا لي هو الخبير، والخبير مجا عمر ليا، عمر داكشي اللي قال لي دماغه غير قدر. تنقول يا ودي راه فاتح عليا الدار والمط عليا تقريبا حتى لهنايا، ما بغاش يتيقني. يعني اي حاجه كلشي واضح وبين. وهاد الناس دابا من شهر واحد اقسم بالله العيل عادي، ملي تنطلع ونهبط ونطلع ونهبط ونطلع ونهبط، ودابا يلاه جا باقي عرقان وما بغا يدور معايا حتى شي حل. علاش زعما كاين علاش؟ بغيت نعرف علاش.